صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نوفق بين القول بأن الكفار يكيدون للمسلمين المكر والخديعة وبين قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم كيف؟ يقول أحسن الله إليكم: كيف نوفق بين القول بأن الكفار يكيدون للمسلمين المكر والخديعة وبين قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين؟ الأصل فيهم المكر والخديعة، لكن قد يكون منهم من يحسن إلى المسلمين، قد يكون منهم، لكن الأصل فيهم المكر والخديعة والعداوة. نعم.